في تطور جديد، وبدأت بعض التسريبات عن إبرشية المنيا، ونبأ مأخوذ من عدة مواقع قبطية داخل مصر. في نبأ بيقول التقى نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وبقرقاص، التقى بكاهنة الإبرشية في الاجتماع الشهري الدوري، تحدث باستفاضة حول أمر تقسيم الإبرشية وما تم بينه وبين قداسة البابا تودروس بهذا الشأن. مصادر مطلعة داخل الإبرشية قالت وأكدت أن الأنبا مكاريوس كان صريحا كعادته مع الآباء الكهنة وشرح الأمر بصورة كاملة، مؤكدا أن الإبرشية من المؤكد ستقسم لثلاثة بالفعل: الأولى ستكون مدينة المنيا، والثانية هي أبو قرقاص، والثالثة هي شرق النيل والمنيا الجديدة. وقد طلب قداسة البابا من نيافته البدء في تجهيز إبرشيتان جدد بكافة منشآتها، وهي تأسيس مقران لإقامة الأساقفة الجدد وسيارة خاصة لكل منهما، وملف كامل بأوقاف الإبرشية والتزاماتها وحقوقها وكل شيء يخصها، حتى يتسلم الأساقفة الجدد زمام الأمور واضحة لتسهيل خدمتهم وإدارتهم للمكان. معنا في هذا الشأن الدكتور مينا ثابت، منسق عام مجلس الأراخنة والحكماء بالمنيا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير أستاذ هاني، إزاي حضرتك؟ نشكر ربنا. يعني حضرتك يعني واضح من هنا أنه بدأت بعض الأنباء اللي تصدر بخصوص هذا الموضوع، ويعني يبدو أن ده اللي فعلا هيحصل، هو تقسيم إبرشية المنيا وبقرقاص إلى ثلاث إبرشيات. طبعا هو ده اللي كان البابا توادرس من البداية بيمهد ليه وبيحارب لأجله. وخليني أقول لحضرتك إن يعني الموضوع باختصار هو هيبقى السابقة في تاريخ الكنيسة في عصرها الحديث على الأقل، إن بيتم ضرب عرض الحائط برغبة الشعب وتنفيذ إرادة البطريرك. وهنا برضو بنرجع تاني وبنقول إن لما قلنا من الأول خالص إن كان مثلث الرحمات الأنبا شنودة الثالث كان بيحاول إن هو بيرسي مبدأ إن من حق الشعب أن يختار رعيه، المبدأ ده ما كانش البابا شنودة هو اللي حط، المبدأ ده مبدأ كان في قبطي تقليدي أصيل له من الأساس في الكتاب المقدس وفي الإنجيل وله من الأساس في تاريخ الكنيسة عبر العصر. عشان كده لما جه البابا تودروس ومسك وبدأ يعني ياخد بعض القرارات بالمخالفة لرأي كثيرين من الشعب كان هنا بيأتي أتى اصطدام وأتى نزاع. وخليني برضه أقول لحضرتك إن السبب رئيسي ومهم جدا 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 في إن احنا بنحس بنوع من أنواع التسلط في الرأي أو الدكتاتورية في التعامل مع الشعب، وربما يكون كمان تعالي في التعامل مع الشعب اللي هو المفترض البطرك بتاعه، يعني هو في الأول ولا في الأخير الشعب القبطي ده هو ده الشعب اللي طلع البابا وهيطلع غيره، والكنيسة القبطية مستمرة بعد ما البابا ده وغيره وبعدين كلنا ما هنمشي. لكن اللي مخلي الموضوع بيبقى بيثير هذه الحساسية ان البابا بيحس انه لا رادع له، وانه طبعا مدعوم دعم كويس جدا جدا يعني من السلطات الأرضية، فبالتالي هو اكتفى بالسلطات الأرضية عن الشعب القبطي الغلبان المسكين ده من وجهة نظري انا كفلان الفلاني، ومن ثم بياخذ قرارات كيفما شاء بلا مراقبه، وما عندناش مجلس ملي بيقول له انت بتعمل ايه، ما عندناش مجلس ملي بيقول له ان حضرتك جالك مناشدات من جميع الشعب في المنيا انك تتأنى في التروس القصه دي اما بورقاص من شرق النيل، الناس حابين ان الانبا مكاريوس يظل في ادارته ليهم، شايفين فيه اب حقيقي. تمام، على فكره يعني ليس دفاعا عن الانبا مكاريوس في شخصه، لكن دفاعا عن مادة اسمه ان الشعب القبطي من حقه انه يكون ليه راي في مين اللي هيمثله من مين اللي هيرعاه، ولما الشعب يقول انا مبسوط من فلان علينا ان احنا نحترمه. ايوه، كان صدر ايضا يعني بعد ما طلع هذا النبأ طلع ايضا تغريده من حساب الانبا مكاريوس اللي قال فيها كل من يقاتل هو منتصر، كل من يذاكر هو ناجح، وكل من يطالب باستقلال بلاده أو بحقوقه
فهو فائز، حتى ولو مات هؤلاء دون تحقيق أمانيهم يكفي أنهم لم يتخلوا عن مبادئهم ولم يخوروا في الطريق. الفرس معد ليوم الحرب، أما النصرة فمن الرب. التغريدة دي البعض يعني كالمعتاد عايزين الأنبا ماكاريوس ما يتكلمش في أي شيء. يعني الأنبا ماكاريوس لما حكى على هذه التغريدة كل واحد فسرها من وجهة نظره الخاصة. أنا باختصار بقدر أقول إن الأنبا ماكاريوس بيدي مبادئ عامة وبيذكر الناس برضو بآيات الكتاب المقدس، الفرس معدة للحرب أما النصرة فمن عند الرب. لما بيقول إن من حق الإنسان إن هو يدافع عن بلده أو يدافع عن حقه، ده حاجة كويسة، وده للأسف الشديد اللي ممكن بعض الآباء الأصفة الثانية ما بيعلمهوش للشعب. بعض الآباء الأصفة الثانية بيحبوا قوي يركزوا على آية ويفسروها بتفسيرهم الخاص اللي هو التفسير الخانع جدا جدا، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، تمام؟ فاللي هو الشعب يتظلم أو يتضرب أو أو أو، اصمت يا شعب ما تتكلمش يا شعب مالكش حق يا شعب. فحين إن ده مخالفة صريحة للكتاب المقدس وللإنجيل المقدس واللي علمه لنا السيد المسيح بحياته العملية، انه ما كانش خانع ابدا في مواجهه السلطات، لا السلطات الدينيه ولا غيرها من السلطات الزمنيه في وقته. في المقابل احنا شايفين العكس. الانبا ماكاريوس لما قال هذه التغريده كل واحد من حقه يفسرها كيفما شاء. انا كواحد من ضمن الناس بظن ان هو نوع من انواع رد الاعتبار البسيط لكل هؤلاء اللي بح صوتهم مع الانبا تواطرس، قالوا له يعني من حقنا ان احنا يبقى لينا راي في مين اللي هيكون معانا، وانتوا مش فاهم انتوا بتتعاملوا مع الصعايده ليه كده، او بتتعاملوا مع المنيويه ليه كده، او بتتعاملوا مع شعبك كده ليه. يعني في النهايه برضه هرجع تاني اقول لحضرتك المشكله الرئيسيه، واوضح عنها الانبا تادرس بكل وضوح في مقال اخير كده او في حوار مع احد الجرائد القبطيه، لما قال ان هو ما بيحبش المجلس الملي. سيبك من المعنى، يعني مش نفس الكلمات، بس هو يعني معترض على المجلس الملي في كذا وكذا وكذا، واضح جدا من كلامه انه مش عايز مجلس ملي، مش عايز حد يقول له الفلوس بتاعت الكنيسه رايحه فين وبتصرفها ازاي والرحلات دي بتتكلف ايه والعربيات اللي حضرتك عايزها دي مش ممكن نجيب نوع كذا ومش نوع كذا. مش عايز، حابب الامر يبقى كما هو عليه، تمام؟ حابب ان في ابروشيات بتعيش تحت خط الفقر واباء كهنه بيتسولون اللقمه، تمام؟ وفعلا بيتسولون اللقمه بمعنى بيتسولون اللقمه، وبروشيات تانية في العز والنعيم طرفة يعني والكهنة فيها يعني فايف ستار، تمام؟ ومفيش لا كنيسة بتطبق مبدأ التضامن ولا غيره، ولا يقدر يقول للأسقف الفلاني ادي ولا بتاعه، والمهجر بقى خلاص يعني شبه استقلال تام. يعني فهمني حضرتك إن 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 قدم صدقة أو معونة للكنائس اللي موجودة، تمام، لكن الأسقف ما تروحش المهجر غير بإذنه وبعلمه، والفلوس اللي تيجي أبقى عارف ومش عارف. طب فين مجلس الملي من ده كله؟ أموال الكنيسة، تمام؟ اللي هي أموال الفقراء والغلابة والمساكين. إحنا ما بنتكلمش وما بندعيش إن إحنا بنحكي على حاجة، لكن أنا كواحد من أبناء هذا الشعب من حق إن أنا أقول إن أنا مستاء إن كنيسة الشهداء والقديسين، الكنيسة العظيمة العريقة، يبقى حالها بالمنظر اللي إحنا قدامه ده، إن البطرس بيتعامل معاها كما لو كان يعني كل أسف عزبة بسيطة جدا بيديرها، واي حد يكلمه يقول لك لا تجادل ولا تناقش، بس طبعا بالاسلوب المسيحي اللي انا اختيار ربنا والكلام اللي بقوله هو لا. الكنيسه ما علمتناش كده، اباء بطارقه سقطوا في مشاكل، وكان الشعب كان هو الحارس دايما على الايمان مش البطارقه. البطارقه في بعضهم اللي عمل مشاكل كبيره وعمل هرطقات وبدع، لكن الشعب هو اللي حافظ على الايمان. فمش هرجع تاني اقول لحضرتك احنا بنعاني من هذه المعاناه لغياب مجلس ملي بيعبر عن الشعب تعبير صادق وامين، بيعبر عن اماله وطموحاته واحلامه ومخاوفه. وبنعاني برضو ان احنا احيانا كثيره جدا بنعاني من التخاذل، سواء من الشعب نفسه او من ممكن اللي نقول عليهم يعني ممثلين الشعب، سواء كهنه او اساقفه، ان هم يكونوا واقفين وقفه حازمه يقولوا ان لينا حقوق ولازم تحترم ولينا راي ولازم يسمع، وما ينفعش التعامل معانا كده كما لو كنا يعني اي حاجه. وياما شفنا في التاريخ المعاصر بروشيات اتقسمت، وبعد ما اتقسمت التقسيمه بعض الناس يعني بعض الاماكن تقسموا شافوا المر. ليه؟ لان البدايه لما بيبقى انا خلاص انا بوزعها بمزاجي، فانا بختار بمزاجي، واللي بيجي بقى بيقول لك انا مرجعيتي البابا مش مرجعيتي الشعب. ايوه كنت عايز اسال حضرتك، يعني طبعا احنا منذ حوالي 6 شهور كان هناك حرب
من بعض الإعلاميين اللي محسوبين على المخابرات أو أمن الدولة أو الأمن الوطني، وكانوا بيهاجموا نيافة الأنبا ماكاريوس، وكانوا بيفضلوا إن هو يمشي. يعني طلع قالها صراحة وقال إن المشكلة في المنيا هو نيافة الأنبا ماكاريوس، فإذا كان هو المشكلة يبقى هو اللي يمشي. هل القرار الجديد إذا صح هذا النبأ اللي طلع امبارح، هل القرار الجديد دوت يبقى يعني نقدر نقول إن الأمن هو اللي كلمته مشيت؟ هو هنا بنرجع تاني لنقطة رئيسية جدا 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 في الموضوع. هو بطرة الكنيسة أو بطريرك الكنيسة بيتعامل مع شعبه تعامل يعني منظره إيه، تمام؟ وهل هو من جواه مرتاح القلب ومطمئن القلب وهو بيمسك جسد ربنا ودمه، تمام، وبيقف قدام ربنا، ولا يعني زي ما شفنا من كثيرين من الكهنة أو كثيرين أحيانا بكل أسف من الأساقفة، الموضوع ده بقى موضوع شكليات، تمام، وخوف ربنا. يعني مع احترامي للجميع وما بقصدش فلان بشخصه، لكن من حقنا ان احنا نتكلم بصوت عالي شويه. الموضوع في ايه بالظبط؟ الدنيا فيها ايه؟ الانبا ماكاريوس مضايقكم في ايه؟ يلي قلت المشكله في المنيا ضمنا، يعني ضمنا في مشكله هبقول لكم عليها بيني وبينكم، هو الانبا ماكاريوس، تمام؟ طب وباقي الحاجات اللي بتحصل فيها مشاكل دي، تمام؟ الانبا ماكاريوس كان موجود في القاهرة، الأنبا ماكاريوس كان موجود في اسكندرية، الأنبا ماكاريوس كان موجود في الأليوبية، الأنبا ماكاريوس كان موجود في طنطا، كان موجود في، لا الكلام ده كلام يعني بكل أسف كلام يخلو من ال... من ال... يعني من الدقة نهائي. ويلي بتروح في كل مكان وبتقول احنا 100% واحنا 10/10 واحنا زي الفل، أفكر حضرتك بطالب الطب اللي ظلم ظلما بينا وراح لك أو راح لك والده وقال لك ابوس ايدك مستقبل ابني بيضيع، ولطبيعه الكليه اللي هو فيها مش عارفين ناخد لحق ولا باطل، ولما بعت فاكس للكليه وقلت لهم ارجوكم ده طوالة ابني ده اتظلم وما اتظلمش، اتقال لهم كده صراحه البطرق بتاعكم بعت حاجه ولا هتقدم ولا هتاخر. وقد كان الواد ده والدكتور ده، تمام، راح لاحد الاساقفه في الكنيسه يبوس ايده ويقول له انا ظلمت ظلم وانتم عارفين كده والبطرق ما عرفش ياخد لي حقي. انت يا سيانيافة الاسقف المبجل يلي عندك قناة 100% وعندك معرفش مين، ويلي تعرف فلان دي وفلان باشا من البهوات الكبار بتوع الاقباط بيدي لك ملايين كل سنة بتطلع فيها محاسيبك في منح، طلعني في منحة انا الغلبان انا ظلمت وانت عارف. كان ايه رد الانبا فلان؟ ولا الهوى ولا الهوى. طب ايه رأي البابا ان الانبا فلان حتى ما ادالوش المنحة ولا الهوى؟ والواد ده هو بيحاول بيبوس الايدين دلوقتي انه يخش كلية بتاخد من 50% ولا 60%، بيقولوا لا انت مفصول من كلية ذات طبيعة خاصة ما نقدرش نقبلك. والواد ادي حاله موجود. طب يا قداسة البابا اللي قاعد تلف وتقول احنا 100% كلمتك ليه؟ قالوا له بعت لك فاكس ولا هيقدم ولا هيأخر. انت قاعد تقول ايه؟ ولا الست الغلبانة اللي اديتها رقم تليفونه في مرة وقول له كلمها كلمته لظروف معينة، تمام؟ الحقني ساعدني. الأرملة الفقيرة في الإنجيل المقدس لكن ما كانش ينصفها عشان خاطر يعني حاجة، أنا ينصفها عشان الحقها وتتصل بيه وتبعت له تليفوناته في الآخر يقول لها إيه؟ يقول لها أصل أنا محتاج الكنيسة تقول لي وما تقوليش وتعمل لي وما تعمليش. وحتى لما جابت له أسماء الكهنة اللي يقدر يسألهم، تمام، ضرب عرض الحق. فين المجلس الملي؟ فين فلوس بقى الكنيسة اللي بيروح بنتفسح فيها وبنعمل جلسات علاج طبيعي وغير علاج طبيعي وفايف ستارز ودنيا والعيشة وكلام الفاضي، واحنا عندنا ناس كتيرة جدا دي واحدة عرفت تجيب رقم تليفونه وفي الآخر يعني رجعت بخفية حنين، تمام؟ كم مليون بني آدم مسكين بيشحت الرغيف العاش وعندنا أوبريشيات في المهجر ميزانيتها بالمليارات، تمام؟ ما عندناش حد قادر، كان بلاش في المهجر جوه مصر، احنا مش فقراء على فكره، احنا مش فقراء كأقباط مش فقراء وكمصريين مش فقراء، بس في الواقع الامر ان احنا ما عندناش احساس بالغلابه الى حد ما، احساس بالمساكين الى حد ما. يمكن حضرتك ملاحظ انا بقيت يعني على يعني قدر حضرتك، يعني انا بتشرف في كل مره بطلع فيها معاك يا زهاني، وحضرتك عارف ان حضرتك اخ مش يعني مش صديق، لكن انا واحد من ضمن الناس وغيري كتير ما بقيناش بنطلع نتكلم مع حضرتك. ليه؟ لان احنا خلاص يعني عايز اقول لحضرتك اصبحنا محملين بالكمد كل يوم، مكمدين وكل يوم اخبار مؤلمه ومتعبه وكل يوم مش لاقيين حل، وكل يوم بنشوف الناس بكل اسف يعني شوف يا قداسه البابا الدير اللي جنبك وشوف فيه الباب النبوات وشوف اخر نبوه ايه، الفتور الروحي اللي احنا موجودين فيه. احنا شايفين اباء كهنه ماشيين في البيزنس وشايفين اباء كهنه يا جدنا ربنا ماشيين في سكه غلط واخلاقيات اوقات كتيره غلط من الخدام في الكنيسه، وبنشوف بلاوي زرقاء، تمام،
وكل ده يعني مع احترامي الشديد. وفي بقى الفقراء والغلابه والمساكين والاسر المستوره اللي عندها طلبه في كليات ومش عارفين يكملوا عليها بعد ما الدنيا بقت حاجه، والكنيسه يعني اخرها 100 جنيه في بعض الاجروشيات، ان ادت ال 100 جنيه ولا 2 كيلو لحمه على العيد ولا، وعندنا اجروشيات زي الفل والدنيا تمام. فين سفر اعمال الرسل والناس كانوا بتاخد بالهم من بعضيهم، والناس كانوا يعني فين حياه الشركه المسيحيه، ولا فين اصلا المسيحيه؟ تحب حضرتك تضيف أي شيء آخر قبل نهاية المكالمة؟ هو نداء لكل انسان مخلص بيخشى على الكنيسه القبطيه وعلى مستقبل الارباب بيسمع حضرتك. وجود المجلس الملي لا غنى عنه على الاطلاق، بس ما يكونش مجلس ملي زي مجلس شعب في بعض الدول. نعم، موافق موافق، الله ينور عليك يا قداسه البابا، الله يبارك لك يا سيدنا فلان، والله يعمر بيتك يا ابونا فلان. يكون مجلس ملي بجد بيخاف ربنا، ما بيخافش البشر، ويحاسب ويراقب فعلا الحسابات مراقبه حقيقيه. والا في وقت ما هينكشف حاجات كثيره جدا بنخجل ان احنا نحكي عنها، تمام، خجلا فظيعا. والوقت ده لما هينكشف هتلاقي بقى اللي بيراقب عليك مش الاقباط ومش المجلس الملي، هتراقب عليك الجهات اللي انت حاليا بتحاول يعني تتمحلف لها عشان تبعد عنك وعن الحسابات بتاعت الكنيسه. ما بتكلمش على شخص معين، لكن بتكلم على مستقبل الكنيسه فعمومها ومستقبل بطرك. اوقات بيقول ان المجلس الملي ده ملوش لازمه، والمجلس الملي هو على فكره انت يعني لو جبنا مجلس ملي طراطير مالهمش لازمه فعلا، دي حقيقه. لكن لو الى حد ما بدينا نشجع المجلس الملي ده من شباب الى حد ما المفترض يكونوا كويسين، وانا مش موجود في مصر تمام وحضرتك عارف كده، ولا اطمع في اي شيء يعني داخل مصر على الاطلاق، لكن اقدر اقول لك بملء الفم ان مصر مليانه كفاءات، وكفاءات قبطيه على اعلى مستوى، وشباب زي الفل تمام بيغاروا على كنيستهم بيغاروا على بلدهم. وهؤلاء الشباب لو اتيحت لهم الفرصه هيغيروا كتير جدا في شكل الكنيسه اللي احنا بنتمناها، وفي شكل البروشيات اللي احنا بنتمناها، وفي شكل الخدمه اللي احنا بنتمناها. بس تكون في فعلا نيه حقيقيه ان الاباء الاساقفه والبطرك وغيره ما يتعاملوش مع الشعب على ان هم يعني العبيد الذين يعني يستولوا عليهم. كفايه الشعب، ما احنا كفايه مش حتى كمان في الكنيسه. شكر جدا لحضرتك الدكتور مينا ثابت، منسق عام مجلس الاراخنه والحكماء بالمنيا. معنا ايضا على التليفون الاستاذ شريف رسمي، المحامي والحقوقي القبطي. مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ هاني، ازيك؟ اهلا بحضرتك. بحضرتك مقيم في انهي محافظه؟ انا في محافظه العليوبيه، ايبرشيه شبرا الخيمه. ايوه طبعا، يعني هناك العديد من الاتصالات، وكنت حضرتك يعني توليت العديد من القضايا والحالات من أقباط المنيا، وعارف ظروفهم جيدا كشعب. طبعا بالنسبة للمنيا وشعبها معروف قد ايه هم بيمروا بمشاكل لا تنتهي. المنيا محافظة ملتهبة بالمشاكل المتكررة واللي دايما ما بيكونش ليها حلول، ما بين قتل كنايس، ما بين اختفاء بنات قاصرات اسطيات، ما بين تهجير اسر عشان خاطر مشاكل عاديه، ما بين اقباط ومسلمين. فهي كانت المحافظه رغم ان احنا تحويين اقباط في محافظات مختلفه، الا ان معظم شغلنا ومعظم خدمتنا بيكون في محافظه المنيا، بما انها اكبر محافظه فيها مشاكل لو مستوى مصر كلها. في طبعا مشاكل في كل المحافظات، ما نقدرش ننكر دوت عشان خاطر من الناس ما تتخيلش ان ما فيش مشاكل غير في المنيا، لكن المنيا تحديدا المشاكل واضحه فيها جدا علشان خاطر ما بتتحلش بالطريقه العرفيه العاديه. ايوه يعني نحب نعرف يعني كوجهه نظر الشعب لما يسمع بهذا القرار، بقرار التقسيم، ايه هيكون شعوره وايه هيكون رد فعله؟ هو عشان بس نبقى منصفين، القرار مش لسه معروف. هو الانبا مكاريوس عارف الموضوع دوت بقاله فتره، واجتمع مع ده على حد معلوماتي، قد اكون صح وقد اكون غلط، بس على حد معلوماتي اللي ادعي انها مظبوطه يعني.
الانبا ماكاريوس القرار دوت هو عارفه بقاله فتره مش قليله، بس كان مخبيه وقعدته كراعي صالح ومحب لشعبه، وشعبه بيعشق تراب رجليه، فهو عارف ان ممكن يحصل قلق لو اتعرف ان المنيا وبورقاط هتتقسم لثلاث ايبرسيات. نيافته عارف الموضوع ده بقاله فتره مش قليله. واظن برضو الكهنه كانت ابو قرقاص والدنيا، وتحديدا ابو قرقاص عشان دولت كان ليهم اكثر من لقاء مع قداسه البابا، واتكلموا معاه وقالوا له قد ايه احنا متمسكين بنيافه الانبا ماكاريوس وعايزينه يتجلس. لكن اظن ان القرار محسوم من فتره مش قليله. ما اعرفش بقى، يعني انا مش عايز اهاجم حد، ومش عايز اقول ان الكنيسه اتضغط عليها من جهات مختلفه من جهات اخرى، الا ان دي تحديدا سيدنا الانبا ماكاريوس عارف بقاله فتره، وهو الاجتماع الاخير اللي اتناقش فيه بصراحه مع الاباء الكهنه هو بس كده خلاص. يعني احنا بنبدا بقى نفرق كبالونه اختبار، وبنسرب الخبر اللي هو اصبح خبر مؤكد ان احنا خلاص هنبني مقرات للإباشيتين الجداد، اللي هي إباشية ابو قرقاص لوحدها وإباشية شرق النيل الناحيه الثانيه من النيل، عشان احنا عارفين ان مبني في الحته ديت محافظه المنيا الجديده. وطبيعي يبقى في مقرات للإباشيتين الجداد يعني. ايوه تشرح لنا يعني ايه مدى الضرر اللي يعود على شعب وعلى اقباط المنيا من هذا التقسيم؟ هو انا من الناس اللي يعني انا الاول مره ادخل مداخله وابقى انا شخصيا متردد ومش عارف اقول فيها ايه. يعني انا من راي معظم الناس، من راي معظم الناس اللي بتتكلم ان لازم الانبا ماكاريوس يفضل يتجلس على الإبرشية زي ما هي بالوضع اللي هو استلموا فيها. وفي نوع في مجموعه ثانيه بيتكلموا على ان التقسيم فعلا هيبقى مفيد، المنيا محافظه متراميه الاطراف كبيره، والتقسيم هيؤدي الاهتمام بالخدمات وتركيزها، هيعمل خدمه افضل، هيعمل عدد كنايس، عدد الكنايس هيكون اقل وبالتالي التركيز عليها كويس. ومثال على كده احنا هنا حتى في القليوبيه، يعني كان نيابه المتنيح العظيم القديس الانبا ماكسيموس كان ماسك تقريبا الابرشيه كبيره جدا، دلوقتي اتقسمت لابرشيات ومسك بنها مثلا الانبا ماكسيموس الصغير، مسك شبرا الخيمه وتابعها الانبا مرقص، ويقال ان الموضوع ده نجح. لكن انا رايي انا الشخصي ان العمليه فيها نكهان او فيها مش من الكنيسه. الانبا ماكاريوس رسخ قاعده مهمه قوي يا استاذ هاني، اللي هي لا للحل العرقي، لا للجلسات العرقيه. واكبر مثال كده قضيه ماما سعاد ثابت اللي بقى لها سنين وسنين شغاله. جرى العرف في مصر ومن ساعه لما اخترعوا المصيبه الكبيره اللي اسمها بيت العيله، ودي كانت مجموعه من الاسس ومن الشيوخ ومن المشاهير، اذا كان عمد ولا ما اعرفش ايه، يقعدوا مع بعضهم في اي مشكله. فرضنا مثلا كنيسه عايزين يقفلوها او بيهجروا عشان خاطر ولد ما اعرفش، حد بنت ما اعرفش ايه، القصص دي كتيره ومنتشره. يقعدوا مع بعضهم، ما فيش مره واحده اتحلت مشكله بالحق صالح القبطي، دايما القبطي هو اللي ياخد على عينه ويتحمل ويسكت. بمباركة القساوسه قبل الشيوخ سليم، ويطلع الطرف الظالم منها زي الشعر ابن العجينه. واستمر الحال دوت شهور وشهور وسنين وسنين، وده عادي بالدنيا كلها، عادي بالمجتمع، ان الظالم بره والمظلوم هو اللي بيزيد ظلمه تاني. الانبا ماكاريوس رفض ده، الانبا ماكاريوس مش عاجبه دوت، هو في ثقافه ثانيه. مع احترامنا طبعا للجميع، وعمري ما هاجم الكنيسه ابدا،
لكن في فعلا حاجات بتحصل بالفعل، يعني يقتلوا كنيسه مجموعه 30، يقتلوا كنيسه الاسقف يعرف يقول لك طمعا وطاعا، لو طلعوا يقول لك لا احنا نقص كنيستنا مش هنمشي منها لا حل ولا بركه، اختفاء بين يقول لك العيب على الاهالي وعلى اللي ربه وعلى البنت ما اعرفش ايه، يهجروا شويه اقباط يقول لك يستاهلوا كسر اديتهم، لا ما هو مش طريقه، لكن جه الانبا مكاريوس ودي حاله فريده فكني فتنه رفض دوت، والراجل اتعرض لهجوم رهيب من القائمين على بيت العيله عشان قال لا مش هيبقى مفيش حاجه اسمها جلسات عقوبيه، ونادى بتطبيق القانون بحزم، قال لك احنا ناخد حقنا بالقانون، اي نعم لغايه دلوقتي مش قادرين ننفذ ده، بس يكفي ان قضيه زي قضيه ماما سعاد ثابت اللي اتضغط عليها عشان خاطر تتنازل عن القضيه وسجن ابنها ظلم ولبسوه قضيه، ورغم كده اصرت بمباركه وبمساعده الانبا مكاريس انها تاخد حقها بالقانون، عمالين يلوعوا ويلفوا ويدوروا، لكن انا واثق ان في الاخر هتاخد حقها. الانبا مكاريس يا استاذ هاني عرف الشعب المنياوي، والشعب المنياوي معروف ان هو شعب مسالم، شعب طيب وشعب غلبان، لكن عرفه ازاي يعرف حقه، مش بس كده ده يطالب بحقه كمان، وده طبعا مش معتاد ولا معتاد من الاقباط جوه كنيستهم على قراراتهم الدينيين، ولا معتاد على كمان الساسه او الوضع السياسي. احنا معروفين طول عمرنا نفذ حاضر، اعمل عينيا، لا تقل في رئيس شعبك فوق، سواء بقى رئيس شعبك فوق رئيس شعبك دوت، اذا كان رجل دين او اذا كان رجل سياسه، مش مطلوب منهم ان هم يقولوا اي حاجه غير طمعا وطاعا. الراجل ده علمهم ازاي يعترضوا على الحاجه اللي مش صح، علمهم ازاي يعرفوا حقهم ويطالبوا بيه. ينزل قابلهم بطريقه منتهى التواضع، بلاقيناه بينزل يصلي على 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 حد في جنازه، ده ما بيحصلش غير نادرا من اسقف، ولو حصل يحصل على حد من عليه القوم او من الاراخنه، لكن دي واحده ست غلبانه ولا واحد راجل مسكين بينزل انبا مكاريس يصلي عليه، ينزل ياكل على الطبليه وعلى الحصيره جنب الناس جوه بيوتهم، ينزل يصلي معاهم في الشارع لما تتقفل معاهم كنيستهم ويقول لهم اقفوا قدام كنيستهم، ده الانبا مكاريس. فطبيعي يبقى في حاله نادره وفي حاله فريده ان هو يبقى محبوب من الشعب ومحبوب من الكهنه، محبوب من الدنيا كلها، وده اثار حواليه مشاكل عديده من الكنيسه ومن بره الكنيسه عشان نبقى منصفين. اثار حاله من الجدل، الراجل تعب، انا مشفق عليه، الراجل عمل كتير، يعني يمكن يكون التأثير في مصلحته هو، وخاصه اللي انا اعرفه ان هو هيمسك المنيا نفسها، والمنيا نفسها تم المشاكل اللي فيها قليل خالص، ما فيهاش فهيرتاح. لكن هو طب ارقص باليوم ده كل يوم 100 مصيبه، ما بين قتل كنيسة، ما بين اختفاء بنت، ما بين ما اعرفش هجروا مين، القرى كلها ونفتكر كلنا اللي حصل في سلطان باشا ودمشا وهاشم والفرن والكل الكلام دوت. فانا كان شخصيا كنت اتمنى ان يطبقوا القاعده الابائيه ان الشعب يختار فعلا رئيس، وده ابسط اصول العصر اللي احنا فيه دلوقتي، يعني ما بقاش ينفع دلوقتي يفترض علينا حد، كلهم بركه كبيره وكلهم ناس عظيمه وكلهم يستحقوا، بس انا دلوقتي شفت راجل اشتغل وعمل مجهود وانتج ووقف وقف وقفه 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 جامده، وقفت راجل بجد، ليه ما يتجلدش؟ ورغم كل الثوره اللي احنا ثورينها ديت، ورغم اللي انا بقوله دلوقتي وعن امنيتي، لكن اعتقد ان الامر محتوم وهيتم بالفعل تقسيم الايبارشيه لثلاث ايبارشيات يا استاذ. ايوه للاسف هو في انباء بتقول لسه مش اكيده، في انباء بتقول انه اسقف عام المحله هيكون هو اسقف ابو رقاص، لكن ما حدش عارف اذا كان هذا النبأ أكيد ولا لا، يعني لسه ما تأكدناش منه. ألو، هو كان عايز اتفضل. هو كان عايز، ما هي المشكلة اللي بتقابلنا في مصر عموما بما فيها الكنيسة المصرية اللي هي عدم الشفافية، ان احنا دايما بنعرف اخبارنا يا اما بالصدفة من وكالات انباء بره مصر،
يا اما نعرفها مغلوطه او مش صحيحه. اي احنا ما احنا فعلا مش عارفين مين اللي هيمسك او مين اللي مش هيمسك، لكن حتى يعني في اشاعه ان الانبا ماكارس ممكن ما يمسكش المنيا نفسها، يعني بشير من الثلاثه احنا مش عارفين دي، وياما طلع كلام انه هيرجع الدير او يمسك رئيس دير الانبا بولا والانبا تونس في كندا، عشان هو بالفعل رئيس الدير ده فيتنقل لهناك. وطبعا الموضوع ده اثار لغط ومشكله كبيره جدا، ان هم الشعب تخيل ان هم بينفوا الانبا ماكاريوس. فمشكله الكنيسه المصريه زي جمهوريه مصر العربيه ان ما فيش شفافيه، وبالتالي اسمع اشاعات للصبح. ايوه للاسف للاسف. متشكر جدا لحضرتك الاستاذ شريف رسمي المحامي والحقوقي القبطي. زي ما قلت لحضراتكم وزي ما شفنا انه احد التعاليم الابائيه الراسخه للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه، واللي مش بس تمسك بها قداسه البابا شنوده الثالث وطبقها في اختيار الاساقفه، ده تمسك بيها وطبقها على نفسه لما كان احد المرشحين ليكون بطرك للاقباط. هنحط صوره امام حضراتكم ايضا. ومن الصدف انه عام 1975 كان هناك رحله لقداسه البابا شنوده، سافر الى الصعيد للاستماع لشعبه حول اختيار اساقفتهم، وهو في طريقه قام بالاطمئنان على صحه الانبا ساويرس في المنيا وافتقاد اولاده الرهبان بدير المحرق، ثم اتجه الى سوهاج لمقابله شعب البليانه واسوان، حيث كانت هذه الابراشيات خاليه لنياحة أساقفتها، وتقابل مع الكهنة والأراخنة من أجل الاطلاع على رأيهم في اختيار راعيهم لتحقيق المبدأ الذي كان دائما ينادي به، وهو من حق الشعب أن يختار راعيه. أما بقى الجانب الآخر اللي يخص نيافة الأنبا ماكاريوس وأهلنا في المنيا وأبو قرقاص، يعني اللقباط والمسيحيين في منطقة الشرق الأوسط كلها، اختبرنا يعني خبرات قاسية في آخر 5 سنين. في آخر 5 سنين لما تصاعد نفوذ وقوة داعش خصوصا في سوريا وفي العراق، وتم محو وتهجير وسبي واغتصاب وحرق ممتلكات المسيحيين في شمال سوريا وشمال العراق، كان في البداية الجميع بيطمن الشعب هناك في سوريا والعراق وبيقول مش معقولة هيحصل لنا أي حاجة، لكن اللي كان بيقف يدافع عن المسيحيين في سوريا وفي العراق تم استهدافه في البداية، وبعد كده بقى سهل إنهم يستفردوا بالقطيع. كان هناك أحد يعني المقولات اللي قالت لا تقتلوا أسودكم حتى لا تأكلكم الكلاب. مش بس نيافة الأنبا ماكاريوس كان تمسك بالقانون وتطبيق القانون في كل الحالات اللي كان الأقباط فيها أقباط المنيا ضحايا، لكن أيضا رئيس الجمهورية تمسك بتطبيق القانون، والكنيسة القبطية أيضا تمسكت بتطبيق القانون في كثير من الحالات. لكن مين اللي يرفضه؟ اللي يرفضوا المتطرفين، اللي يرفضوا المحرضين اللي بيحرضوا المتطرفين للاعتداء على أقباط المنيا أيا كان شكل الاعتداء، واللي يرفضوا أيضا المسؤولين في أجهزة الدولة التي ترفض تطبيق القانون وترفض إنصاف الضحايا الأقباط وعايزة تمشيها دايما بجلسات صلح عرفية مجحفة وظالمة لكل حالات أقباط المنيا، سواء استهداف قاصرات أو بالغات قبطيات، سواء استهداف الأقباط وممتلكاتهم أو سواء تعرية. وكل هذه المشاكل محدش من المسؤولين في محافظة المنيا عايز يلتزم بتطبيق القانون، ودول اللي لا يحبذوا وجود الأنبا ماكاريوس كأسقف هناك. عموما
زي ما قلت لحضراتكم انه اذا كانت هذه الانباء حتى الان تسريبات لم يتم نفيها حتى الان، لكن هنشوف في الايام القليلة القادمة متى وكيف ومن سيتم تجليسه على هذه الإبرشيات، والأهم ماذا سيكون رد الفعل للشعب القبطي في محافظة المنيا.